أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف الحديث الرابع من هذا الباب عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلاله. حاصل الحديث هو ان الله سبحانه وتعالى عرف نفسه بواسطة رسوله ومن بعد الرسول بواسطه الائمه عليهم الصلاه والسلام فاذا واحد عرف الامام واخذ من الامام فقد عرف الله سبحانه وتعالى واذا واحد انكر الامام ولم يتبعه ولم ياخذ منه هذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك ان معرفة الله سبحانه وتعالى انما هي من الله، المعرفة من الله. يعني يستحيل لاحد ان يعرف الله سبحانه وتعالى بنفسه، وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف نفسه. لعبده المؤمن، فإن المعرفة من صنع الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك الجبر، بل المقدمات بيد الإنسان، إذا الإنسان سار في تلك المقدمات، الله سبحانه وتعالى يلقي المعرفة في قلبه. واذا ما سار في تلك المقدمات الله لا يلقي المعرفه في قلبه هذا ليس في خصوص المعرفه فقط في الامور الاخرى كذلك النتيجه هي من صنع الله لكن المقدمات الاختياريه هي باختيار الانسان يعني مثلا من الذي يقبض الارواح ويميت الاحياء الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها زين اذا واحد انتحر مثلا هذا الذي انتحر وقتل نفسه هل هو الذي امات نفسه هو سوى المقدمات الذي اماته هو الله سبحانه وتعالى يعني الله جعل اسبابا وقال من سار في هذه الاسباب انا راح ارتب عليه النتيجه هذا الذي ينتحر هيأ اسباب الموت فالله سبحانه وتعالى اماته مثال اخر الملك يعني واحد يسيطر على الناس يصير ملك على الناس، حاكم على الناس. من الذي يؤتي الملك؟ الله سبحانه وتعالى. لكن يؤتيه لمن سار في المقدمات. يعني افرض واحد هيأ لنفسه جيشا وهيأ لنفسه سلاحا وبدأ بالقتال فسيطر المقدمات هو رتبها النتيجة الله سبحانه وتعالى رتبها أو مثلا في الدول الديمقراطية هذا الشخص يرشح نفسه يتفق ويا اللوبيات مثلا الناس ينتخبوا هذه أسباب مقدمات النتيجة هي الله سبحانه وتعالى يرتبها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مثال ثالث الرزق من الله سبحانه وتعالى. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لكن المقدمات على الانسان يعني واحد يروح يشتغل فالله سبحانه وتعالى يرزقه. إذا ما اشتغل لا يرزقه الله سبحانه وتعالى. فالنتائج من فعل الله، لكن باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا، وأراد امتحانه، فجعل ترتيب النتائج على المقدمات. أنت حتى الآن مثلا تذهب في القضايا بين الناس، يعني مثلا طالب جامعي يدرس وبعد نجاحه في الامتحان يُمنح شهادة دكتوراه مثلا. من الذي يمنحه هذه الشهادة؟ هو منح نفسه؟ لا الجامعة منحته أو الدولة منحته تلك الشهادة لكن المقدمات عالية، يعني شنو؟ يعني درس اشترك في الاختبار والامتحان نجح في هذا الاختبار حصل العلامه الكافيه بعد ذلك تمنحه الجامعه او الدوله الشهاده الشهاده هو ما منح نفسه انما هو هيئ المقدمات الشهاده منحتها الجامعه او الحكومه زين هذه امثله واذا اردنا ان نتوسع في الامثله كثيره جدا ناتي الى الكلام في هذا الحديث الشريف المعرفه من صنع الله الله هو الذي يلقي معرفته في قلوب الناس تهدي من تشاء ولكن الله لا يفعل ذلك اعتباطا وانما على الانسان ان يسير في المقدمات فاذا سار في تلك المقدمات يحصل النتيجه يعني الله سبحانه وتعالى يقدر تلك النتيجه ويحكم بها هسه اذا واحد ما راح في تلك المقدمات الله سبحانه وتعالى يظله يظله يعني شنو؟ لا بمعنى انه يلقي الظلال في قلبه وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يتركه وشانه فاذا تركه وشانه ما راح يحصل النتيجه مثل ما تقول الجامعه ما منحت هذا الطالب الكسول الشهاده يعني شنو تركته؟ ما صدقت الشهادة مو معنى أنه الجامعة عمدا سقطته لا لأنه هو ما درس ما حصل العلامة الكافية في الاختبار فالجامعة تركته لم تمنحنا الشهادة نقول ذلك الطالب المجد منحته الجامعة الشهادة وهذا الطالب الكسول لم تمنحه الله سبحانه وتعالى يهدي الشخص الذي اتبع سبله الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى، المقدمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، الله يهديه، واللي ما اتبع تلك المقدمات الله يتركه هذا بمعنى الاضلال. نفرض مثلا لتوضيح الفكره مثال بسيط نفرض أنه واحد أعمى لا يرى وهناك طريق جبلي وعر جدا لازم كل دقيقة واحد يلتف إلى اليسار أو إلى اليمين هناك يوجد شخص دليل بصير يعرف هذا الطريق ويرى يجي يم هذا الأعمى يقول له يا فلان ناولني يدك اعطني يدك واني اسير بيك في الطريق زين هذا الاعمى مره يناوله يده واذا هذا الدليل سار بنحو بالطرف الايسر سار معه الى الطرف الايسر واذا سار الى الطرف الايمن سار معه الى الطرف الايمن زين اذا هذا الدليل صادق هذا الأعمى يجتاز هذا الطريق بسلام يصل إلى الهدف المنشود لكن إذا هذا الأعمى من الأول قال أنا ما أصدقك ما قبل الكلام هذا الدليل أو عاند يدري أنه هذا دليل بس عاند معه زين الدليل مرة قال مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة ما فاد وياه الدليل أخذ يده حتى يسير به في الطريق هذا الأعمى جذب يده وقام يسير هو لوحده فهذا الدليل عندما يأس من هذا الأعمى تركه خلص زين هذا شوية يسير وإذا به يسقط في الوادي لأنه ماذا يشوف أعمى وما عنده دليل زين هذا الدليل عندما تركه نقول أظله الله يهدي من يشاء لكن ليس اعتباطا مشيئة الله ليست اعتباطية لأن الله حكيم يحكم الأمور ويضع الأشياء في مواضعها ورحيم حكيم رحيم لطيف بار بعباده معرفته بإلقاء المعرفة في قلوب الناس لكن إلى طريق والله نصب ذلك الطريق الأنبياء والأوصياء. لذا إذا واحد اتبع الأنبياء والأوصياء وأخذ منهم الله يلقي المعرفة الصحيحة في قلبه، لكن إذا لم يتبعهم، عاند معهم، ما راح يعرف الله بالطريقة الصحيحة. الآن تشوف أنت الناس في الكرة الأرضية من العهود السابقة اللي سجلها التاريخ إلى يومنا هذا. أكثرهم في ضلال بالنسبة إلى معرفة الله، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. قسم يعبدون الأصنام يعتبرونها بنات لله، أو تقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى. قسم يثلثون يشركون بالله. قسم يجسمون يعتبرون الله -والعياذ بالله- جسما. وهكذا من خرافات، يعني واحد عندما يقرأ تاريخ الأديان والملل والنحل، يشوف عقيدتهم بالله سبحانه وتعالى، إلا الذين أخذوا من الأنبياء واتبعوهم، يشوف عقيدة عامة الناس باستثناء هؤلاء الذين أخذوا من الأنبياء، عامة الناس منحرفين، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله غرس أصل المعرفة في فطرة الناس لكن التفاصيل لازم الإنسان يأخذها عن طريق الله سبحانه وتعالى زين ذاك الطريق شنو هو الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء وحتى في هذه الأمة المرحومة حديث الثقلين حديث متواتر رواه فريقان العامه والخاصه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا تمسكتم بهما يعني اذا واحد يجي يقول اني اخذ القران الكريم ما علي بتفسير الرسول ما علي ببيان الائمه عليهم الصلاه والسلام للقران هذا يظل بالنص حديث الثقلين لان القران فيه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات في ايات متشابهه الله سبحانه وتعالى يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم والايه المتشابهه الى ربها ناظره اخذ الايه المتشابهه جعلها المحكمه والايات المحكمه جعلها المتشابهه يأول ذيش الايات الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرسول يبين لأن هذه الآيات صحيح بلسان عربي مبين، لكن فيها متشابهات تحتاج إلى بيان. فإذا تركوا أهل البيت ظلوا، نص الحديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما الآن أنت تجيء إلى فرق المسلمين تقول هل تمسكتم بأهل البيت؟ يعني عقيدتكم في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، أحكامكم الشرعية، المسائل الفرعية هل أخذتموها من أهل البيت؟ أو عقيدتكم في أصول الدين أخذتوها من أبي الحسن الأشعري؟ أخذتوها من ابن تيمية؟ أخذتوها من أحمد بن حنبل مثلا زين أحكامكم في الفروع أخذتوها من أهل البيت؟ او أخذتها من ابو حنيفه من ابي حنيفه من الشافعي من مالك من احمد بن حنبل من من؟ زين يقول انه ابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل كذا اخذوا من رسول الله صلى الله عليه واله. يقول اولا اكثر فتاواهم هي اجتهادات منهم. ولم يأخذوها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وثانيا الرسول صلى الله عليه وآله قال تمسكوا بأهل البيت ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا أين تمسككم بأهل البيت أنت تقول أني أحب أهل البيت ونفرض أنك صادق في ادعائك الحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن الحب ضروري وواجب لازم واحد يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن الحب وحده ما يكفي لازم يتمسك التمسك يعني الاتباع لذلك الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول انما يعرف الله عز وجل ويعبده لان عباده الله سبحانه وتعالى متوقفه على معرفته واحد اللي يتصور تصورا خاطئا عن الله سبحانه وتعالى يتصور الله جسم هذا ما يعبد الله سبحانه وتعالى هذا يعبد صنم صوره في ذهنه إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه يعني يحتاج إلى معرفة الله ويحتاج إلى معرفة إمام زمانك من هو إمام زمانك تعرف إمامك من هو أما بدون إمام تريد تعبد الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا الحديث بألفاظ متقاربة متواتر رواه الفريقان ميتة جاهلية يعني شنو يعني واحد في زمان الجاهلية يموت يعني شنو يعني ميتة كفر ميتة نفاق إذا ما تعرف إمام زمانك هذا الشخص الذي لا يعرفه ميتته ميتة جاهلية ليش ميتة جاهلية لأنه في الحقيقة هذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى الجاهليون كانوا مشركين كانوا لا يعبدون الله صنم في أذهانهم تصوروه وسموه الله وله وليس بالله سبحانه وتعالى من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت مو كل إمام لأن هناك أئمة يدعون إلى النار الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة الضلال لا أنت لازم تتبع الأئمة الحق من هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن لا يعرف الله سبحانه وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله الذي لا يعرف الله ولا يعرف الإمام من أهل البيت هذا تصور عن الله تصور خاطئ كما ذكرنا في ذهنه يتصور شيء ويعبد ذلك الذي يتصوره في ذهنه يعني عندما تأتي إلى هذا في تصوره الرب سبحانه وتعالى جسم جالس على العرش له عين له يد له رجل وهو فوق المكاني الله سبحانه وتعالى فوقنا مو معناه فوقنا مثل ما واحد في طابق فوق احنا في طابق تحت الله فوقنا بالرتبة والمنزلة هو الخالق ونحن المخلوقون الله ليس في مكان لانه هو خالق المكان إذا تقول فوق معنى ذلك في مكان مثل ما الشمس فوقك القمر فوقك والله ليس في مكان لانه خالق المكان ولا يعقل ان المخلوق يحيط بالخالق العرش مخلوق فكيف احاط بالله سبحانه وتعالى اذا كان الجلوس على العرش جلوسا حقيقيا؟ اكو بعض المجسمه يفسرون هذه الايه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. زين يقول ليش؟ يقول لانه لي العرش فوق السماء السابعه وحسب زعمه والعياذ بالله ان الرب سبحانه وتعالى عما يقولون جالس جلوسا ماديا على هذا العرش وهو ثقيل لذلك ثقله يسبب انه السماوات تنفطر لولا ان الله امسكها. زين هذا معناه انه المكان احاط بالخالق يعني المخلوق احاط بالخالق وليس كذلك المخلوق لا يحيط بالخالق. بل الخالق هو الذي بعلمه وقدرته يحيط بالمخلوق زين فهذا لما يتصور بهذه الكيفية يعبد هذا الشيء اللي يتصوره هذا مو الرب ليس هو الله سبحانه وتعالى هذا صنم ذهني الفرق بين هؤلاء وبين عبادة الأصنام أن عبادة الأصنام يأخذ له حجر ينحت هذا الحجر بطريقة خاصة يصور له صوره خاصه ثم يعبده هذا الذي يدعي الاسلام لا يفعل ذلك، ما يجيب صنم في الخارج وانما ينحت صنما في ذهنه ويعبد ذلك الصنم الذهني طبعا نحن لا نكفر مسلما يتشهد الشهادتين كل من تشهد الشهادتين يجري عليه احكام الاسلام بس هو الذي يعتقد بهذه العقيده هذا ليس من الفرقه الناجيه. لانه في الواقع لا يعبد الله سبحانه وتعالى، مثل المنافق المنافق في الدنيا تجري عليه احكام الاسلام من التوارث والتناكح والطهاره وما الى ذلك. لكن في الاخره ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لذا الامام يقول: ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا لعل الامام اشار بيده. والله ضلالا. يعني هذا ضال. لا نقول كافر لكنه ضال. والضال قد يكون كافرا باطنا كالمنافق، يعني يوم القيامه يتعامل يتعامل معه تعامل الكفار. يسلب التوحيد منه ويلقى في نار جهنم. لذا الرسول صلى الله عليه واله في وصيته اني تارك فيكم الثقلين لم يقل جزافا والعياذ بالله. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه واله قرنهما القران واهل البيت. كما ان القران معصوم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك اهل البيت عليهم الصلاه والسلام معصومون لانه لو اخطاوا هذا الخطا افتراق عن القران. وفي الحديث وإنهما لن يفترقا في تتمة حديث الثقلين حتى يرد علي الحوض وكما أن القرآن موجود ومستمر بين أيدي المسلمين والله سبحانه وتعالى حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالإمام من أهل البيت مستمر تقول زين قتل إمام مات إمام جاء إمام آخر بدله نقول القرآن كذلك نسخة من القرآن تحرق أو تتلف لكن نسخ أخرى من القرآن موجودة واحد حافظ للقرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يموت لكن حافظ آخر للقرآن موجود القرآن مستمر كذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مستمرون ولن يفترق حتى يرد علي الحوض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه بالطريقة التي هو أرادها هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين